الموال ما يزرقش ولا الناس كل شيء والله تعب عليك ما تشوف كيما تضرب ب 7 ملايين شهر وتجي تقول لي شكون قال لك نضرب 7 ملايين شهر شكون قال لك شكون قال لك 5 ملايين يا الحاج 5 ملايين 5 ونص غاليه يا الحاج ربي 5 ملايين 600 يا هاو ولدك بالك فهمني تاك راقد وتروح تسل راسك بالجير ولا اللي هامن عليها البرا بيت عليها البرا وجاي تقول لي راخيه هاي غاليه اروح اروح تبع عليها معايا انا واروح تقول لي غاليه شريك الحاج قلت لك الذين امنوا على الناس كل لا 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 محمد رسول الله اذا انت شعب يقول لك حتى للحداش ويشرب لك الجيال ويقول لك الملفاي ويجي يقول لك هذه غاليه ب 5 ملايين و500 هذا مش منكر وانني تعب عليها راني ساهر عليها الليالي هذه كاينه ولا لا هضروا الحق هذا تطلسوا رسمي رسمي والله هضروا الحق ها تعرف لا وجا سيدي ريكلام واحد ما يقدرش يعيش واحد يحط في العين ما يقدرش يوكل اللي قاعد يهضر هذا خروج ما يقدرش يعيش وانا بالجزائر اولى عسر على بالك واش خاصو الخير هذا واش خاصو واش خاصو الخير هذا عقبهم انت هذا معقبهم اي والله جيبات لي لا والله ساعدوا في اللي عنده وياكل ما عندوش يوخ قبل 3 ملايين برك نبطل ما نزيدش نخدم والله ما نزيد نقيس اعطوني خدمه وشهريه بتلاقي على بالي هذه هي وشحنا وشحرقنا شو صار فينا هنا على الصباح ربي روح بيت معاه مليلة عليك الدم انا هذا عمي مسعود السلعه قدامه مليحه بيشري يشري اللي ما يشريش لما يعكر يا نسرح بها حتى العام الجاي انا الكروفات والحوت كما قالها الاخر يا بلاش عمي مسعود 5 ملايين هاي النعجه 55 و50 هاني نبيع فيها من عجاج ب 5 ملايين ها وينو الغلاد اللي يهضروا عليه والله يا عمي مسعود ما شريناها ب 5 ملايين صحيحه والله صح والله احنا قلوبنا خرب ربي يسلك الاحوال تاع الناس ان شاء الله الناس كل تعيد من هنا ربي يسلك ماركيت كاي تعيد كل والله تعيد كل والرخاء راهي راخيه والعمل على ربي ان شاء الله وربي يهنينا برك وفريق معاونين والله معاونين والله انت موال تاع 20 خروف موال ومش موال ومش والله غالب راه والله غالب قد قد هم بيتوا صارين ناكلوا ونشربوا ونعسوا ونديروا الحوايج كامله هو هذا هو التعب وتجيبوا تبيعوا له ب 55 ونص يقول لك هو غالي تبيعوا له ب 5 هاي واش رايك هو غالي هو يضرب في 4 ملايين في 6 ملايين ولا 7 ملايين ويرقدك للتسعه ويجي يقول لك راني هو غالي هو غالي وين هو الغلا نعتوا لي وين هو الغلا غاليه 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 يا بوندها ب 10 ملايين غاليه على المواطن البسيط راهي غاليه ها؟ على المواطن البسيط راهي غالية فهم عليا عم انتم تقولوا غالية وحنا نقولوا رخيصة ما فهمناش ما سلكناش الا غالب كون لقينا سلكنا وبعنا ها يحر يشري ما يشريش ما يعيش يا اخي ما يا اخي مش بالسيف يا اخي سنة هذه يا خويا يا اخي سنة مش فرق يا اخي سنه وشكون اللي شعل السوق شعلوا الكسابه ام شعلوا المعوديه نعطي لي كاسب لهنا شكون اللي كاسب اللي قاعد يهضر اللي كاسب يجي اي كل شعود في السوق اللي هنا شكون اللي شعلوا احنا خاطينا احنا هاي النعجه شاي نبيع فيها ب 5 ملايين تروح عند الكساب تلقاها ب 6 ونص يا ام يديو فيها من يبيع فيها لين ب 6 ونص يدي خير مني انا اللي مطيش ومحروق نورمال هاي نعت لي في السوق اللي هنا نحسب هملك انا يا الكسابه الكل قاعده تعاود في السوق اللي هنا ويدي خير منا احنا احنا راح نبطلوا نوليو كل نعاودوا السوق احنا وسيد نرقدوا للتسعة ونرقدوا سمانه كامله عندي حد وربعه وجمعه نخدم نصور الجرني تاعي ونجي قاعد ولا ما حط صواردي تحت مني نشري لافير ونقعد شكون اللي غلى شربه غلينا احنا خاطي احنا خاطي احنا زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.